اشوف وشك بخير. لا معلش هوصلك المطار. مفيش داعي، انا سافرت قبل كده كتير وعارفه السكه. لا 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 لا، هوصلك المطار. تروح شمال تيجي يمين برضه هوصلك المطار. بس عشان ما اعطلكش. هو في صايع بيتعطل؟ يلا. لازم يعني تسافري؟ أكل عيش. هما بيدفعوا لك كتير في الشغلانة دي؟ يعني يا دوب. طيب مبسوطة من الشغل معاهم؟ إن جيت للحق، لأ. إنما مفيش إنما. لا ما هي عادلة ولا مبسوطة. ليه تروحي لهم؟ أمال هعمل إيه؟ خليكي معايا، إيدك في إيدي نكافح سوا. وبكره باذن الله هتشوفي هنكسب قد ايه، وليك على اللي بيدفعوا لك في سنه هنكسبه احنا في شهر. ما هقول. انا جربت الشغل بره وعارف، وخدمه بخدمه بقى المكسب اجدع، وهو تعملي حاجه لمستقبلك. ايوه بس دول كانوا يزعلوا قوي. اللي يزعل يشرب من البحر. اسمعي كلامي وبعتي لهم جواب استقاله، صدقيني هننجح وهنبقى اخر عال. انا حاسس ان ادمنا هيبقى خير على بعض. واضح جدا، بدليل ان احنا في يومين اتنين رحنا اسم البوليس واتهمونا في جريمة قتل، ولسه مين عارف. وماله، اللي أوله صعب آخره راح. قلت إيه؟ موافق مش كده؟ طبعا الحمد لله. هو أنا لسه قلت حاجة؟ أنا كنت واثق إنك أنت هتوافق. استنى هنا يا اسطى. ستوب هير بليز يا اسطى، ستوب هير بليز يا اسطى. يلا انزلي انزلي، الخيرة فيما اختاره الله. بالذمة انا مش مجنونة اللي سمعت كلامك. طبعا، بس انا عايز اقولك على حاجة. انا اللي يمشي ورايا يكسب. قصدك يغرق؟ يغرق في النعيم والعز. قولي انت دايما واخد الدنيا قفش كده؟ ما هو يقفش، انا هتقفشني هي.